أطلق مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار فعاليات مخيم الابتكار، حيث يتعلم المشاركون العديد من المهارات التطبيقية، نستعرض جانبا منها في التقرير التالي. هنا في مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار، ها هو مخيم الابتكار الصيفي ينطلق ببرامج وفعاليات صيفية متنوعة للأطفال تتيح لهم استكشاف موضوعات ومهارات تعليمية جديدة ضمن برنامج متكامل يقام تحت إشراف عدد من المهندسين في المجمع. طبعاً أعلننا في مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار عن مخيم الابتكار الصيفي لهذا العام بعنوان الاستدامة، تزامناً مع استعدادات الدولة لاستضافة الحدث العالمي كاب 28، فكان لابد من نوعي الأطفال أكثر بالاستدامة ونؤهلهم على المهارات الحياتية لتحقيق هذا الغرض من اللي هو الاستدامة. ونحن اليوم في المختبر نقدم برامج متنوعة على مدار 7 أسابيع. كل أسبوع يكون عندنا برنامج مختلف، في مهارات مختلفة في كل أسبوع. في بعض الأسابيع مثلا الأسابيع الأولى يركزون فيها الطلاب على البرمجة وطباعة ثلاثية الأبعاد، الأسابيع اللي في النص اللي هم الثالث والرابع ممكن يركزون فيها على صناعة المواد المستدامة في البناء وفي استخدامها في الحرف المستدامة، والأسابيع اللي بعدها ممكن يركزون على الاستدامة في استخدام الدوائر الكهربائية واستخدام التكنولوجيا لخدمة أو لتحقيق الاستدامة في حياتنا اليومية. هذا وتتنوع المواضيع المقدمة للمشاركين طوال فترة إقامة المخيم، حيث تعرف المشاركون في الأسبوع الأول على محيطات الاستدامة والاستفادة من استخدام التكنولوجيا لحماية المحيط. دخلت عشان أتعلم عن التكنولوجيا، ودخلت وتعلمنا وايد أشياء مثل الوايرات كيف تتركب، وكل واير عنده منطقة معينة، مو بركب كل واير ويا بعض لأن عادي في النهاية يخترب ينقع يتكهرب، إنه في خطورات في التكنولوجيا بعد وفي صعوبة، وكل شيء له حل وطريقة وفي مراحل بعد. يعني مثلا اللي كنا نبنيه كان أول يوم نسوي سكتش بس ورسم، عقب ثاني يوم نركب وايرات، ثالث يوم عقب نبدأ نعدل ونصمم، وآخر يوم يبدأ التركيب. نحن هلأ بهاي الدورة بنسوي كيف أنه نصنع غواصة تحت المياه، فأنا تعلمت كيف الغواصة تشتغل وكيف أركب غواصة وكيف أقدر أسوي غواصة صغيرة، وكمان تعلمت كيف يعني أركب الكهربيات للغواصة، وتعلمت يعني عن الغواصة وكيف هي تحت الماء وكيف ما تنفجر تحت الماء. إذن هذا المخيم من شأنه تمكين المشاركين فيه للاطلاع على مهن المستقبل والتعرف إلى أهمية الاستدامة فيها، بالإضافة إلى تطبيق مشاريع عملية كالحرف المستدامة والابتكارات الخضراء والغذاء للمستقبل وغيرها من المواضيع. إذن يأتي مخيم الابتكار الصيفي ليقدم للطلبة المشاركين مهارات مستقبلية في عالم التكنولوجيا والابتكار والإبداع خلال العطلة الصيفية. لأخبار الدار وليد الأصبحي، الشارقة.